في منتصف طريق حياتنا وجدت نفسي في غابة مظلمة، اضطررت سواء السبيل. اللي جيبك العسل تاخد تدوق؟ ما بحبوش. غريبة، مع ان انت اللي مديهولي. ما اصعب وصف هذه الغابة الموحشة الكثيفة القاسية التي يجدد ذكراها للخوف. إنها شديدة المرارة كأنها الموت. على الله تعرف تسد بس. لا ده أنا سد، بس عايزك تنسيني الدنيا يا بنت. ده أنا سد العالي بنفسه. تعالي يا عمو. يا عمو. يا عمو ليه؟ أنت مش هيك تستبح معانا ولا إيه يا نجم؟ هو يا عم الوش اللي هو لابسه ده عمو حران ولا إيه؟ يا عم سيبك منه. أعمل دماغ رباني. ولكن لكي أتناول ما وجدت هناك من خير، سأتكلم عن أشياء أخرى رأيتها فيها. لما تلاقيها تعرف. أنت دلوقتي محتاجه أكتر مني. قلت لك أنا مش هو. بص حواليك كويس وأنت تعرف. دي وسيدتي. ده مفتاح الصندوق. لا أحسن أن أقول كيف دخلتها. فقد كنت مثقلاً بالنوم في اللحظة التي حدت فيها عن الصائم.